زغلول، رجعنا للروس وتدريبات والدفاع الجوي الروسي. اتفضل. اللي كان بيدربنا على مادة الدنيران نعم خبراء روس. نعم انا فاكر نعم فاليري وساشا نعم المهم كان ثلاثة. نعم وكان معاهم اثنين مساعدين صولات مصريين. نعم سول عبد الحي وسول عبد الباقي. نعم دول من الناس اللي هم نعم. العسكرية الفذة يعني. نعم ودول اصلا نعم ان انت بتلتزم. نعم كنا بنتدرب ازاي احنا بقى؟ نعم بقول سعادتك كنا بنشيل احنا نعم في طيارة ال 29 تشيكية بالطيارة عادي. نعم تمشي قدامنا على البحر. احنا بقول سعادتك احنا مدرسة المدفعية في المعمورة ديت. نعم. جنب استراحة الرئيس. نعم. اللي في المعمورة احنا على حدود. نعم. مع جنبنا الحرس الجمهوري. نعم. وكنا منطقتنا ديت الطيارة بقى بتعدي. تطلع من ناحية أبو قير لحد ما توصل المنتزه وتلف وتجي لنا تاني عشان ننشن عليها على الارتفاع اللي تدريب. هو تدريب دي نعم. طابور زي الحصة كده 45 دقيقة. نعم كده نعم. والخبير الروسي نعم على اجهزه نعم. يسجل زغلول وهبه ايوه اشتبك في الثانيه كذا انت لا تزود كذا تقل يعني كذا بعد كذا الرمايه الدراسه بقى نعم. البطل ربنا يديله الصحه لو موجود الله يرحمه مدحت وهدان كان بيدينا بقى دراسات تقدير المسافات والزوايا والارتفاع وشغلانه نعم وكان ضابط تاني معانا عمرو مدكور نعم عمرو مدكور ده تقريبا ابو المذيع شريف مدكور نعم ده برضو كان بيدينا ماده من المواد اللي هناك دي وماده التكتيك كان في ضابط انا لا الناس دي ما تتنسيش رغم ان الكلام ده بقاله 73 سنه لا ولا يتنسي من انا من 70 نعم. يعني نعم. بحكي لك عن حاجات نعم من بدايه 70 دلوقتي 73 سنه نعم المهم اتخرجنا رحنا على في شهر 6 70 نعم رحنا او 20 15/6/70 كده نعم في مصر الجديده جنب مقابر الكومن ويلث ورا كليه البنات نعم كتيبه 521 دي اول كتيبه دفاع جوي حيه سام 7 استريلا كان احنا صواريخ الاستريلا استريلا احنا الاستريلا اللي على الكتف اللي على الكتف رحنا دي كان احمد خضر هو كان اول قائد كتيبه لل نعم حتى بعد كده احنا كل السلاح الحيه نعم. نيجي ندي شرطنا اكمنه من شرطه عسكريه نقول له احنا اولاد خضر نقول له الحيه نعم. اولاد خضر نعم استلمنا العهد بتاعتنا ايوه العربيات اللي لنا من المرسيدس وكل انا كنت تحكيم دار موقع استلمت صندوقين كل ليا رامي انا رامي ومعايا رامي تاني نعم بصندوق فيه اتنين قاذف نعم والغام وحاجات كتيرة لغاية لما رحنا الجبهة يوم 25/6/70 الجبهة رحنا الجفرة في السويس الجفرة ديت كان من أصعب مناطق الواحد شافها أنا عديت 48 منطقة في الجيش نعم وعشان تحفر الحفرة بتاعتك اللي تحميك لو في ضرب معاك الأزمة أنا معايا الأزمة وزمايلي اتنين تلاتة كل واحد معاه كوريك يكسر نعم. ويشيل ويفحت نعم نعمل حفرتين للرماه وثلاث حفر للمراقبين الجويين حفره اللي هي يوم 25/26/27/28 طلع عين ايمنة في المكان في المجهود المكان ايدينا فقفقت من كتر الشغل ما الازمه صحراء 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 يعني مش الظروف صلبه يعني كنت تلاقي مثلا ارضيه رمله وفي ارضيه لا صلبه جدا هناك صلبه هتعمل فيها ايه؟ المهم والارض هناك الرمله حمراء كمان المهم يوم ولازم اعمل مكان لازم اعمل ما انت عشان انت شايف الارض كلها شظايا انابل شطف انابل يا خبر ايه ده وطول ما انت يعني قاعد يعني المكان ده ما اقدرش اغيره اشوف مكان لا تاني لا ده انت على تبه على تبه ما انت تبه عشان تكشف عشان تكشف حواليك وقدام المهم يا سيدي جينا بقى يوم 30/6 ايوه رايح انا الموقع احنا كنا بنبات جنب اي كتيبه تحمينا بالليل من الساعه 8:30 9 بالليل كده كنت جنب اللواء السادس مدرع تبع الفرقه الرابعه نعم